يا مساء الورد، شو اخباركم؟ بسوي اليوم ان شاء الله مار بالكيك، لكن بنكهة التوت. عندي 4 بيضات، بحط عليها شوي من الفانيلا وبحط عليها سكر. حرك مع بعض، بعدين احط عليها الزيت. وآخر شيء في الكيك، بعد ما أضفنا الحليب نحط خليط المواد الجافة اللي هو طحين وبيكنج بودر وملح. طيب الحين عندي صينية الفرن، دهنتها وغلفتها بورق الزبدة، وهذا اللي هو خليط التوت، وهذا خليط الكاكاو. أباخذ من كل خليط نص كوب نص كوب، نحطهم مرة هذا مرة هذا لحد ما يكون لي شكل الماربل.